مساء الخير مشاهدينا وسلام المسيح معكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة مميزة من خبرة وعبرة بتبدأ هلأ وبتحملكم مواضيع عديدة ومتنوعة بتمنى تنال إعجابكم. نحن اللبنانية شعب قوي، كم مرة سمعنا هالعبارة وقدي صحيح هالتعبير؟ كم مرة الشعب اللبناني وقع ورجع قام بس أقوى من قبل. عشنا أصعب الظروف من الحروب والتفجيرات وغيرها كتير من الظروف الصعبة يلي كانت بدل ما تكسر اللبناني تخليه يصير أقوى وقدرته على البناء كل شي تهدم تكبر أكتر. ظروف قطعت علينا وظروف بعدنا عم نعيشها، وبعدنا كل ما حدا سألنا كيف قادرين تتحملوا جوابنا بيكون واحد وهو نحن لبنانية. نحن فخورين بانتمائنا لهالوطن، فخورين بلبنانيتنا. لو قد ما برمنا ولفينا حول العالم بيبقى مرجعنا واحد وهو لبنان. حبة من تراب الوطن بكنوز الدنيا، لو قد ما تغربنا بغربتنا منفتش عريحة هالوطن، نتعلق بأشي بتذكرنا بكل يلي منحبن، بأرض ما كنا تركناها لو ما الظروف الاقتصادية الصعبة يلي حتمت علينا نكون عم نفتش عن مستقبل لإلنا وعن مستقبل لأولادنا. هيدي قوة الإرادة أكيد، هيدا حب الحياة كمان أكيد، وما بحياتنا رح نستسلم لو قد ما اشتد الظلم، لو قد ما تفشى الفساد، إرادتنا ببناء الوطن رح تبقى أقوى. إرادتنا هي اللي رح تخلينا نحدد الخيارات الصحيحة بالمراحل يلي جاية ونكون مسؤولين عن هالخيارات. من المهم نتحدى حالنا، نحلم، نحقق لحتى نوصل. بحلقتنا لليوم رح نبدأها مثل العادة مع الفقرة الأولى وهي آخر خبرية يلي تعودتوا عليها، وفيها منستعرض مجموعة من الأخبار يلي مرقت خلال الأسبوع الماضي. أما للفقرة الثانية وضمن موضوع اليوم رح يكون معي الأخصائي بالجراحة النسائية والتوليد الدكتور جوف غالي لحتى نحكي عن تأثير الكورونا والحالة الاقتصادية على متابعة الحمل. إذن ومثل العادة البداية مع فقرة آخر خبرية. خبرنا الأول وأكيد بعد انفجار المرفأ، كثرة الجمعيات يلي نزلت على الأرض لتقدم المساعدة والإغاثة للمنكوبين، ومن بينها شفنا جمعية A Plus Initiatives يلي انبثقت من جمعية الأشرفية الموجودة من فترة كبيرة على الأرض لمساعدة المحتاجين. لحتى نتعرف أكثر على هالجمعية بصيرني يكون معي باتصال مباشر رئيس ومؤسس جمعية A Plus Initiatives الأستاذ سيريل بدوي. مساء الخير سيريل وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير مدام جورج، يعطيك ألف عافية. Thank you. سيريل خلينا بداية تعرفنا أكثر على جمعية A Plus Initiatives. جمعية A Plus Initiatives مثل ما قلت حضرتك انبثقت من مجموعة اسمها مجموعة الأشرفية، هي مجموعة صبايا وشباب أخذوا المبادرة أول ما بلشت الأزمة الاقتصادية الصعبة ترخي بظلالة الثقيلة على الشعب اللبناني، وخاصة ضمن منطقة الأشرفية اللي نحن أبناء على هذه المنطقة. نعم. وطلعنا بالفكرة أنه نقدر كمجموعة شباب ساكنين وعايشين ضمن هالمجتمع نلاقي أي طريقة نقدر نخلق فرق إيجابي، نقدر نخلق شيء ندعم فيه أهالي المنطقة بطريقة تكون جدا بيور، جدا ترانسبيرنت، بكل بشفافية تامة ومطلقة من دون أي تفريق لا ديني لا طائفي لا سياسي لا عرق أبدا. كتير يعني مهم هون سيريل بس نضوي على أنه أنتو كتجمع الأشرفية بلشتوا بدعم السكان قبل حدوث الانفجار وكملتوا بعد هيك. صحيح، نحن بلشنا تقريبا بأكتوبر 2019 يعني آخر هذيك السنة،
وكانت مبادرتنا كناية عن أول شيء فتحنا بلاتفورم اللي هي صفحة الإشرفية كرمال نعم حتى من خلالها نقدر نتواصل مع أهالي المنطقة ونشوف شو المطالب تبعيتهم، شو الشكاوى تبعيتهم، ونقدر من خلال شبكة علاقاتنا كشباب وصبايا موجودين بالمنطقة نقدر نحلها بأسرع طريقة ممكنة، خاصة مع السلطات المعنية اللي دايما مثل ما بنعرف عنا بلبنان بحاجة لمين يحفزها كرمال حتى تقوم بواجبها تجاه المواطنين. صحيح وبالتالي بلشنا نتطور شوي شوي، خصوصي مع الثورة والحراك اللي بلشوا، مع الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي كان في حاجة كتير كبيرة عند الناس هي موجودة ببيوتها لحصص غذائية لخدمات معينة، طبعا مش خدمات شخصية، خدمات بتفيد المجتمع بشكل عام، جور حفر موجودة بالمنطقة كتير كبيرة ما كان حدا عم بيقدر يوصلها للسلطات المعنية، كنا نحن نصور ونوصلها ونحرص قد ما فينا انه نسكر هيدي الجور او عطل بالمي او بالكهرباء الى ما هنالك، الى ان وصلنا لازمة كورونا بداية العام 2020 تقريبا بشباط. نعم ففكرنا شو هي الطريقة المثلى اللي بنقدر من خلالها نوقف فعلا وقفة صارمة حد أهلنا. فطلعنا بفكرة اسمها Cooking for a Cause. هذا المشروع Cooking for a Cause هو مشروع قمنا فيه بالتعاون مع بعض، نطبخ كل يوم وجبة سخنة كرمال حتى تتوزع دور تو دور على الأشخاص المحجورين ببيوتهم، وبذات الوقت منهم قادرين إنه يأمنوا الغذاء حاجياتهم اللي يمكن عندهم على البيت. اليومية. فبلشنا تقريبا ببودجي كتير صغير، كتير كتير صغير، يعني أول طبخة كانت كنية عن طنجرة عدس مجدرة 40 صحن، وصلنا لل200 دغري تاني أسبوع. الداتا يمكن تسأليني كيف قدرنا نوصل للبيوت، نحن مثل ما سبق وقلت لك نحن شباب وصبايا موجودين بالمنطقة، بنعرف حوالينا مين في، يعني بنبرم بأحيائنا، بنعرف أحيائنا، بنعرف العالم اللي ساكنة بالمنطقة، صرنا يعني عن نعمل جد اللي داتا. بحاجة لمساعدة عم يكون عم توصل له وهذا هالحصص اللي عم الغذائية. نحرص عليه دايما من خلال المتابعة، يعني دايما في عنا فلتراج لهيدي الليست، لانه يمكن في اشخاص عم بلاقوا شغل، اشخاص تانيين بعضهم بلا شغل، وبالتالي في اولوية للاشخاص اللي بلا شغل اللي ما عندهم مدخول، اشخاص الكبار بالعمر اللي قاعدين ببيوتهم ما بيقدروا انه يظهروا لاسباب صحية، ما عندهم معيل الى اخره، يعني في كذا كرايتيريا سيريل بنقدر من سؤال، عم نشوف خلاله. نحن وعم نحكي هلأ صور، عم نشوف وي طاولات موضوعين على جنب الطريق، شو الهدف منهم ومين هيدي الطاولات بياخد مدام منهم؟ جويس صارت من بعد الانفجار، هيدي صارت كردة فعل من بعد انفجار 4 آب. فاز العدد تبعنا من 200 ل 1200 طبق يوميا، حرصنا على انه نعملهم وننزل بمناطق معينة مثل فتسوح مار مخيل والجميزة، نقدر نأمن أكل سخن لأهلنا اللي تعرضوا للنكبة البشعة كثير اللي صارت بمرفق بيروت، وبالتالي نقدر نكون حدهم على القليل بتغطية الوجبات الغذائية اللي بتكون موجودة على هيدي الطاولات. ضلينا أسبوعين على الطريق عم نوزع كل شيء، عم نوزع 1200 طبق، عم نوزع خضرة فور فري، عم نوزع خبز، عم نوزع شو بيجينا مساعدات دغري بننزلهم على الخيام كرمال حتى يكونوا موجودين بطريقه مجانيه للاشخاص اللي عن جد بحاجه وكانوا ينزلوا. واحلى شيء بكل هالبروجي هذا اللي عملناه، وهذا دائما بصر انه نوصل هالفكره، هي العلاقه اللي بتربطنا مع هدول الاشخاص. يعني ولا مره اولا صورنا اي شخص بيجي كرمال حتى ياخذ او نحن بنوصل له، هيدا يعني أهم شيء، تكون في اول شيء من كرامه دون الاشخاص كاميرات اللي نحن، المساعدة. صحيح صحيح، يعني في كرامه الاشخاص اللي نحن عم نتعامل معهم اول شيء، نحن عم نعمل فينا نقول عم نعمل واجبنا تجاه المنطقه، نحن ما عم نمنن حدا، والعلاقه اللي صارت تربطنا هي علاقه عائله، يعني صاروا بيجوا مثل الاصحاب، صرنا بنروح لعندهم على البيت بنفتح معهم حديث صغير نحن وعم نسلمهم الصحن، يعني في حال تاخرنا شوي صغير صاروا بيتصلوا فينا، بنتصل فيهم دائما على الاعياد والمناسبات نطمن على بعض، وقت الانفجار رجعنا اتصلنا بكل الاشخاص اللي كنا نعطيهم قبل ال 200 شخص حتى نطمن عليهم فردا فردا، وزياده 600 شخص اللي كمان زدناهم هن تاثروا مباشره بالانفجار، اما المطبخ تبعهم تقدم، اما الحاله الماديه ما بقت تسمح عندهم، او منصابين من جراء الانفجار.
وكذا كيس تاني، فصرنا هلا نحن حاليا ثابتين على 800 صحن يوميا عم نوزعهم. كتر خير الله في كثير اشخاص عم بيساعدوا، بس بذات الوقت الحمل والعبء كثير كبير، خاصه مع الغلا الاسعار، غلا البرودكت اللي عم نشتريهم، وفي كثير مصاريش تانية. يعني بتعرف الدوله ما بيمثلها ميت، يعني بالنهايه بدهم كهرباء، بدهم موتور، بدهم مي، بدهم يعني كل شيء، مصاريف تانية، هدول عم بيكون عبئهم كثير علينا. بس مثل ما بلشت حضرتك بالمقدمه تبعيتي، الشعب اللبناني جبير، الشعب اللبناني بيعرف كيف يقوم من بعد المحنه، وخاصه نحن دايما كل محنه بتقوينا اكثر يا سيرين، بتقوينا اكثر. بس بذات الوقت ما بدنا ننسى انه في تروما معينه، في تروما معينه انوجدت وصارت مترسخه عند الناس، وخاصه عند ابناء منطقه الاشرفيه اللي هن جدا ملاسئين لمرفق بيروت، وبالتالي هيدي التروما ما فينا نتخطاها يعني بسرعه، لانه بس نتخطاها بسرعه رح تضلها مكبوته جواتنا. وبالنهايه مفروض انه مع الوقت نقدر كلنا سوا، كل جمعيه حسب اختصاصها، يكون في تضافر جهود بين بعض كرمال حتى كل واحد ضمن الشيء اللي هو متخصص فيه نقدر نامن حاجيات ابنائنا ونامن حاجيات مجتمعنا. سيرين، من بعد انفجار المرفأ هل اختلفت الأولويات بالمساعدات، وهل نضاف أمور تانية على المساعدات يلي عم تقدموها؟ أكيد في أولويات تانية غير أولوية الأكل، اللي هي دايما بتضل أولوية على رأس الليستة، لأنه شخص إذا ما كان عم بيوصل له طبق يقدر يأكل ويتغذى فيه يوميا ما حيقدر يعمل شيء تاني. بقول لك اياها بكل صراحه، نحن البيدجيه تبعنا جدا محدود، ومع هيدا وكله اصرينا انه نتبنى عائله بمنطقه الاشرفيه تهدم بيتها، ما عندها معيل، المعيل متوفي، وجمعنا من بعض مبلغ معين كرمال حتى نقدر نسندهم ونوقف حدهم، مش من خلال المصاري انما من خلال الاعمال والاشغال الصيانه يلي عملنا لهم اياها بالبيت. وبذات الوقت صرنا على صفحات السوشيال ميديا نطرح شو هي البيزكس الاساسيات اللي ناقصتهم بهذا البيت كرمال حتى نامن لهم اياها. هن كنايه عن ثلاث اولاد موجودين، يعني الكبير فيهم عمره 16 سنه، وفي البي موجود، الوالده متوفيه، وحتى البي عم بيقبض نص معاش، والولاد بطبيعه الحال لانه بعضهم قاصرين ما بيقدروا انه يشتغلوا او يفوتوا مدخول. بالنهايه تبنينا هالكيس هيدي، ما بنقدر نوسع بكارنا اكثر من هيك، لانه بتعرفي حضرتك انه قديش هيك مشاريع ممكن انه تاخذ اموال هائله وطائله. في جمعيات متخصصه بهالدومين هيدا، يعطيهم الف عافيه في حال عم بيقوموا بواجبهم، ووعدوا كثير اهالي المنطقه انه يكون في ورشات لاعاده اعمار البيوت، وخاصه قبل ما نوصل على فصل الشتاء. وكمان يعني في عنا مشاريع تانية حطينا براسنا، بس بفضل انه ما اوعد كرمال حتى بس ننفذها بوقتها بتعلن عنها. يس. سيريل، بس سؤال اخير، يلي حابب يتواصل معكم بحاجه لمساعده او حابب يساعدكم، كيف يتواصل معك سيريل؟ اكيد في عنا نحن رقم الجمعيه اللي هو 76410505، وفي عنا مواقع التواصل الاجتماعي ان كان فيسبوك وان كان انستغرام، في بيج الاشرفيه وفي بيج اي بلس انيشيتيف، دغري بس تكتبوا الاشرفيه او اي بلس انيشيتيف دغري ببينوا عندهم. ونحن كل يوم عم نعرض اول شيء شو عم نطبخ، ثاني شيء طريقه التوزيع، وثالث شيء في حال نحن بحاجه لشيء او في حال نحن عارضين شيء للاشخاص اللي هن بحاجه. سيريل بدوي، بدي اتمنى لكم كل التوفيق، والله يقويكم بكل الامور اللي عم تقوموا فيها والمساعدات اللي عم تقدموها. ثانك يو، ثانك يو على الاستضافه. أما بخبرنا الثاني، وبالطبع كلنا ناطرين يصير عنا لقاح للكورونا للحد من انتشار هالفيروس، وبهالإطار كشف الرئيس التنفيذي الأكبر لشركة تصنيع اللقاحات بالعالم أدار بونوالا أنه اللقاح على الأرجح ما رح يكون جاهز لكل دول العالم قبل نهاية عام 2024، وهيدا الشيء بيعود للطلب الهائل على اللقاح بحال نجاحه وعدم قدرة شركة الأدوية على تصنيع اللقاحات بالأعداد المطلوبة. وذكر أنه منحتاج بين الأربعة إلى 5 سنوات حتى يتم تلقيح الجميع حول العالم. أما خبرنا الثالث والأخير، حبيت يكون تكريم لشخص طبع بصماته بمسيرة كل صحافة وصحفية، إعلامي وأعلامية وأنا منهم.
العميد الدكتور أنيس مسلم، ما رضي إلا يفارقنا بعيد ارتفاع الصليب. العميد عرف بالطيبه اللي كان يتعامل فيها مع كل يلي حوله، بيفرض احترامه بالمحبه يلي بيغمرك فيها. طبعا ملاحظاته دايما كانت تكون بمحلها، ومستعد يساعد ويدعم كل مين بيلتجي لإله. عميد، رح نشتاق لبصماتك، رح نشتاق لكلماتك، ومجتمعنا رح يفتقد لشخص رصين ومثقف وصاحب كلمة حرة مثلك. أنيس مسلم، الرحمة لروحك. مشاهدينا، نحن بريك قصير ومنرجع.